ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد ومقارنه جديده ما بين كل انواع الغسول اللي انا جربتها على مدار سنين. انا جربت انواع كتير جدا من الغسول والحمد لله معظمهم طلعوا حلوين. النهارده وكالعاده لما جيت اجهز للفيديو ده لقيت ان انا جربت انواع كتير جدا من الغسول، فانا اضطريت ان انا اقسمهم على فيديوهين. النهارده هنتكلم عن انواع الغسول، الغسول اللي انت مش منتظره منه اي حاجه غير ان هو ينظف بشرتك من غير ما ينشفها، وفي نفس الوقت لو انت عندك مشكله زي الحبوب هل هو بيشتغل عليها فعلا ولا لا. الحمد لله انا كنت محظوظه في معظم انواع الغسول اللي انا جربتها وطلعت كويسه جدا، على الرغم ان في حاجات حرفيا سعرها لا يتعدى ال50 جنيه او ال100 جنيه، بس بيقعد معاكي فتره طويله، بينظف البشره كويس من غير ما يشد بشرتك وينشفها قوي. فده معظم انواع الغسول اللي انا استخدمتها، يعني هنلاقي واحد او اتنين بس اللي مش عاجبني، فانا مش عارفه حتى اقول لكم مثلا التوب 3 او التوب 1 معانا في فيديو النهارده لانه معظمهم حلوين، بس يعني هحاول اختار لكم كده ايه افضل غسول مثلا جربته في حياتي. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى عن كل انواع الغسول اللي انا جربتها اللي المفروض ان هي بتعمل حاجه تانية مع تنظيف البشره، يعني مثلا تكون مخصصه للتفتيح، يكون فيها مثلا مقشر فبتقشر البشره بنسبه بسيطه يعني وهي بتنظفها، او مثلا انواع الغسول الفوم اللي انا جربتها، او الغسولات اللي هي بتبقى شديده وقويه كده على البشره. فكل دول بقى ان شاء الله هيبقوا معانا برده بس في فيديو تاني. خلينا النهارده نركز على كل انواع الغسول اللي انا جربتها اللي انت مش منتظره من الغسول ده غير لو عندك حبوب مثلا يكون بيشتغل عليها، او غسول بس مجرد ان هو بينظف البشره من غير ما يجففها. اوكي يلا خلينا على طول نبتدي، بس مبدئيا خليني اعرفكم على نوع بشرتي. انا بشرتي مختلطه، مايله للدهنيه في الصيف ومايله شويه للجفاف في الشتاء، فكل انواع الغسول اللي انا هكلمكم عنها دي اكتر ناس هيستفادوا من فيديو النهارده هم اصحاب البشره المختلطه والدهنيه. اظهروا تحت في التعليقات، انا بحب لما تشاركوني كده بتعليقاتكم، لما تقولوا لي ايوه مثلا انا بشرتي نوعها كذا او انا جربت منتج كذا. بحب عامه فكره المشاركه بتاعتكم في التعليقات، فقولوا لي تحت في التعليقات لو انت بشرتك مختلطه او دهنيه عشان بجد هتستفادي جدا من فيديو النهارده. اول غسول انا ما حبيتهوش قوي بصراحه، هو سعره اقل من 50 جنيه، فكان عاجبني ان هو سعره كويس تقدري ان انت تشتريه وتقدري ان انت تقرريه، ينفع كمان للبنات اللي هي سنها صغير اللي بيبقى لسه البادجت كده على قدها مش قادره مثلا تجيب منتجات غاليه شويه، فكنت حابه ان انا اجربه حرفيا عشان خاطركم، وكنت اتمنى ان هو يكون فعلا غسول كويس. بس الفكره ان هو بالهايلورونيك اسيد، ف يعني اوكي دي حاجه كويسه بتساعد على الترطيب، لكن تخيلوا ان هو اصلا مخصص للبشره للجافه للعاديه، وانا بشرتي مختلطه الدهنيه قوي في الصيف، ورغم كده بينشف البشره بطريقه مش طبيعيه، بينشف البشره جدا جدا هو الغسول ده من بوبانا. انا بشرتي دهنيه في الصيف، دهنيه ما بتهزرش، فازاي غسول اصلا مخصص للبشره الجافه؟ وعاده انواع الغسول اللي هي بتكون مخصصه للبشره الجافه بتبقى لطيفه كده على البشره، مش بتسبب اي جفاف عشان البشره الجافه لما بتجف قوي بتقشر، فالمفروض انه كغسول يعني يكون فيه نسبه شويه من الترطيب. هو القوام بتاعه جل عادي جدا، بس عايزه اقول لكم حرفيا كان بينشف البشره بطريقه، ايه ده، بيسحب كل الزيوت من البشره بطريقه غريبه يعني، فما اعتقدش ان انا هرجع اكرره مره تانية. ممكن لو حد ليه تجربه مع الغسول ده يقول لي، لان انا جربت اكتر من حاجه من بوبانا وعجبتني جدا، بس الغسول ده ما عجبنيش خالص، ما اعتقدش ان انا هرجع اكرره مره تانية. الغسول اللي بعد كده وهو ده من هيمالايا، الغسول ده من البشره العاديه للدهنيه وهو بالكركم، والمفروض كمان ان هو بيساعد على تنقيه البشره من الحبوب. الغسول ده انا ما حبيتهوش، ما حبيتش ريحته وما حبيتش طريقه تنظيفه للبشره، وما شفتش اي اثر بصراحه لتاثيره على الحبوب في الوقت اللي كنت بستخدمه فيه. يعني انا بالنسبه لي على فكره برضو مفضل جدا 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 من هيمالايا، وجبت منه كمان الحجم الكبير على الرغم ان انا دايما بجيب منه الحجم اللي هو الصغير ده، وكل مره برجع اكرره، فقلت انا ليه ما اجيبش الحجم الكبير اللي هو برضو من هيمالايا وكل حاجه، بس مخصص من البشره العاديه الى الجافه، هو بالخيار وبالصبار، وعايزه اقول لكم لطيف جدا على البشره وبينظفها حلوه قوي، وريحته بالنسبه لي بحبها بطريقه مش طبيعيه، بحب ريحته قوي قوي. يعني طبعا الروائح دي اذواق، يعني فكره العطور اللي بتتحط في اي منتج دي اذواق، بس انا بحب ريحته قوي، بحسها نظافه كده بتفكرني بالبحر، لان انا اول مره تقريبا استخدمته فيها في حياتي كنت مسافره، جبته وسافرت بيه، ومن وقتها بقى وانا متعلقه بيه جدا، لان هو لطيف كده على البشره، تحسي بانتعاش كده وبنعناع على بشرتك لما بتنظفي بيه او تغسلي بيه البشره في اي وقت، فانا بحب الغسول ده قوي.
وشايفه ان هو على الرغم ان هو مكتوب عليه من البشره العاديه الجافه، لان انا من وجهه نظري شايفه ان هو مناسب لكل انواع البشره حتى البشره المختلطه والدهنيه. واعتقد ان هو في منه 3 احجام كمان مش 2 بس، يعني انت ممكن تجيبي منه الحجم الصغير وتجربيه، لو عجبك هاتي منه الحجم الكبير كده زي ما انا عملت. بس انا بحبه قوي وشايفه ان هو كمان من الحاجات المتوفره في اي سوبر ماركت كبير، في كل الصيدليات تقريبا هتلاقيه موجود، سعره حلو قوي. الصغير ده مش هيجيب حتى ال 40 جنيه، فحلو جدا يعني، كله مميزات بصراحه بالنسبه لي. فانتوا ممكن ان انتوا تجربوه واعتقد ان انتوا هتحبوه. ده انا مش بعتمد عليه بشكل كلي بصراحه للامانه، يعني مش بعتمد عليه ان انا لازم اغسل بشرتي بيه كل يوم، لان انا بستخدم حاجات اكتر تكون مقاومه للحبوب بشكل اعمق، يعني لان بشرتي دهنيه فاكيد بقى مع العرق والحر والصيف وفي الشتاء التراب في كل الفصول بشرتي ممكن يعني معرضه ان هي تطلع حبوب او ان يظهر فيها مسام واسعه. فانا مش بعتمد عليه كليا، بس بحبه وبكرره اكتر من مره، بس بستخدم معاه بقى انواع تانيه من الغسول. بس هو لوحده انا شايفه ان هو مناسب جدا، خاصه كمان للبنات اللي لسه سنها صغير وعايزه تجيب غسول يكون خالي من الصابون عشان ما استخدمش صابون على وشها، فده خالي من الصابون وغسول لطيف على البشره بينظفها من غير ما ينشفها او يأذيها. الغسول اللي بعد كده اللي انا ما حبيتهوش بقى خالص، بس بصوا بقى ده تحديدا يعني لانه في منتجات كتير من ماركه اذن حلوه جدا جدا، والغسول ده تحديدا لما بشوف مثلا فيديوز بتتكلم عن انواع الغسول الحلوه جدا اللي جابت معاهم تاثير مثلا في الحبوب مبقاش يطلع لهم حبوب بيتكلموا عنه، بس انا كتجربتي الشخصيه ما كانش مناسب معايا تماما، بالعكس ده زود لي الحبوب في بشرتي، خاصه كمان الحبوب الصغيره قوي اللي هي تحت الجلد، وكل مره كنت مثلا استخدمه فيها وارجع اوقفه الحبوب تقف، ارجع استخدمه تاني ترجع الحبوب ترجع تاني، الله في ايه؟ هو مش مناسب ليا انا بس حرفيا معظم الفيديوز اللي انا شفتها لبنات مثلا او بلوجرز كانوا بيتكلموا عن انواع الغسول اللي جابت معاهم نتيجه فعلا في الحبوب كانوا بيتكلموا عن الغسول ده، بس انا ما ناسبنيش. هو ده انا اخر بقى ما لقيت ان هو فعلا مش مناسب نوع بشرتي، كنت بستخدمه كشاور جل لان انا من وقت للتاني ممكن يظهر لي حبوب اللي هي تحت الجلد، لان دي في النهايه طبيعه جسم، وكمان مع تغيير الفصول بقى وكده او في فتره مثلا مكسله ان انا اهتم بنفسي، فكنت بستخدمه كشاور جل كده على الجسم كله واغسل بيه جسمي عشان يقاوم برضو الحبوب اللي هي تحت الجلد، بس هو طبعا اصلا مخصص للبشره. من اغلى انواع الغسول اللي انا جبتها وللاسف ما حبيتهوش او ما ناسبش خالص نوع بشرتي، بالعكس هو المفروض ان هو اصلا لاين مخصص للبشره المعرضه للحبوب، هو زود لي الحبوب وكانت بتطلع لي حبوب غريبه عجيبه وبتسيب اثر، ما ناسبنيش بصراحه باي شكل من الاشكال، وهو الغسول ده من لاروش بوزي اللي هو اللاين بتاع الافاكلار، ده في حدود 350، ما كانش زاد كمان عن كده. ده بالنسبه لي زيه بالظبط زي بتاع افن، كتير كتير من اللي بشرتهم معرضه للحبوب بيشكروا فيه، بس انا بالنسبه لي اللاين تحديدا بتاع الافاكلار ده كل ما اجيب منه اي منتج يطلع لي حبوب، ومش حبوب عاديه، حبوب بطريقه غريبه اصلا، مش دي بشرتي، انا بشرتي ما بتطلعش حبوب كده، وبيطلع حبوب كده وبتسيب اثر، ف ما ناسبنيش خالص برضو، خلصت معظمه كده على جسمي. انما في ناس كتير جدا من اللي بشرتهم معرضه فعلا للحبوب بيشكروا فيه، يمكن انا ترجمت ده بعد كده ان انا بشرتي برضو مش من النوع اللي بيطلع حبوب قوي، هو محتاج بشره تكون يعني تقريبا متدمره في اللي هو يشتغل عليها، انما انت لو بشرتك كده بتطلع حبايه كل فين وفين او مش دهنيه او مثلا ممكن ما تحبوش، ممكن يجفف البشره زياده عن اللزوم فيطلع حبوب، ما اعرفش. عامه يعني في كل الاحوال هو ما كانش مناسب معايا خالص. الغسول اللي بعد كده وهو ده من نيوتروجينا، الغسول ده المفروض ان هو بينظف البشره من الاعماق لدرجه ان هو مع الوقت ممكن يقلل جدا من ظهور الرؤوس السوداء والحبوب اللي هي تحت الجلد والكلام ده، بس انا ما حسيتش ده معايا، يعني اوكي انا بحبه كغسول وكسعر حلو وكحاجه متوفره وككميه ممكن تقعد معاكي لو عرفتي ما تدوسيش على البامب دي قوي، عشان البامب دي حرفيا بتخرج كميه كبيره فبتحسي ان هو خلص معاكي بسرعه، بس انا ما شفتش التاثير العميق او بتاعه ده اللي هو يخلي مثلا الرؤوس السوداء ما تظهرش في بشرتك، بس انا شايفه ان ده من نيوتروجينا من الحاجات المتوفره واللي سعرها كويس اللي تقدري انت تجيبيه وتعتمدي عليه كغسول اساسي. اللي بحبه اكتر منه واللي برده من نيوتروجينا واللي برده سعره في حدود ال 100 جنيه او ممكن دلوقتي يبقى زاد 100 وحاجه، خاصه كمان اصحاب البشره المختلطه والدهنيه يرتاحوا جدا 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 على الغسول ده، هو الغسول ده اللي هو اسمه او اللاين يعني اللي هو بتاع الهايدرو بوست، تنظيف من غير ما ينشف البشره، كميه سعر متوفر في كل حاجه،
يعني ده من البدائل فعلا اللي انا بحسها المتوفرة اللي تقدري تروحي عليه على طول وانت مطمنة ان هو بينظف البشرة وخفيف على البشرة وان هو سعره حلو تقدري تكرريه وان حجمه 200 ملي بيقعدوا معاكي فترة طويلة. يعني بتحتاجي منه بامب بالكتير اتنين مثلا بالليل لو انت بشرتك يعني فعلا محتاجة تنضف، وبينظف البشرة او بيتغسل كده من على البشرة بسرعة. فده بالنسبة لي من احلى انواع الغسول اللي انا جربتها اللي سعرها في حدود 100 جنيه. واللي زيه بالظبط بالظبط هو ده من لوريال. بص انا بحب قوي اللاين بتاع هايلورون اكسبرت ده، وجربت منه كريم العين وجربت اكتر من حاجة وكانوا مظبوطين معايا قوي، وشايف ان هو كغسول حلو جدا وفيه ساليسيليك اسيد وفيه مواد كتير بتساعد ان هو يعني يقشر البشرة كده وينظفها بطريقة لطيفة جدا. بس مش هنركز قوي في اي منتج عامة في فكرة مثلا ان هو بحمض الهايلورونيك والكلام ده، لان لو جينا بصينا في الترتيب بتاعه هنلاقي ان هو نسبته ممكن تكون مش ضعيفة، ممكن تكون متوسطة. انما عامة فكرة ان هو في حمض الهايلورونيك وفي ساليسيليك اسيد وفي حاجات عامة بتساعد البشرة ان هي تكون نظيفة، وان عامة سعره في حدود 100 جنيه او يمكن دلوقتي زاد شوية، وان هو متوفر، فدي حاجة حلوة بجد من الطف انواع الغسول اللي استخدمتها واللي فعلا بينظف البشرة من غير ما يجففها تماما، وهيظبط قوي مع اي بشرة مختلطة او دهنية. في كمان الغسول ده بالتي تري اويل، ده من ستارفل. فكرة وجود زيت شجرة الشاي او الشاي الاخضر في اي حاجة اي منتج انا بحبه، دايما بقوله كده انا بحب الحاجات اللي بيبقى داخل فيها زيت شجرة الشاي او مثلا داخل فيها الشاي الاخضر، كل الحاجات دي بتساعد ان هي تهدي البشرة وان هي تنقيها كده وتنظفها من الاعماق. فانا بحب اوي الحاجات اللي بيكون داخل فيها تحديدا كمان زيت شجرة الشاي عشان بيشتغل قوي على الحبوب، وهو اصلا المفروض ان الغسول ده كمان بيساعد على انه يخلصك من الحبوب. بالنسبه لي كانت تجربتي معاه ممتازه، تجربتي بجد معاه حلوه جدا، الكميه بتاعته تقعد معاكي فتره طويله. بصراحه ما بحبش الستايل ده كده في الغسول، بحس انه ممكن يدلق معاكي زياده عن اللزوم، بس عامه هو قعد معايا فتره طويله يعني على عيبه، بس قعد معايا فتره طويله وحلو جدا وحاجه طبيه ومتوفره في الصيدليات. وكمان ستارفيل شركه مصريه اللي هي باركفيل اللي هي في منها بقى حاجات كتير، فشركه مصريه يعني تقدر ان انت تنزلي تجيبي الغسول في اي وقت، يقدروا ان هم ينتجوه فتقدر ان انت تجيبيه فهتلاقيه متوفر وكمان سعره حلو، وفعلا غسول بينظف البشره من الاعماق. في كمان الغسول ده من ايفا، وايفا انا مجربه منهم انواع كتير جدا من الغسول، بس لو هنتكلم عن حاجه كده لطيفه خفيفه على البشره تنضفها كده فممكن انتوا تجربوا الغسول ده. ده اللي هو بالخيار، حلو قوي وبحبه قوي. وفي كمان اللي هو بالعسل، بس اللي بالعسل بقى يبقى معانا ان شاء الله في الفيديو التاني، لان المفروض ان هو غسول ومقشر، فهنشوف بقى الموضوع ده مع بعض ان شاء الله بس في الفيديو اللي جاي. بس عامه انا بحب الغسول ده وبحسه من الطف انواع الغسول على البشره. ندخل بقى على احلى نوعين غسول انا جربتهم وكررتهم كتير كتير الاثنين دول. اول واحد وهو ده من سوب اند جلوري، الغسول ده مجرم 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 مجرم. الغسول ده كميته كبيره جدا، هيقعد معاكي فتره طويله جدا، سعره في حدود 300 وحاجه، فور اول سكين تايبس، مناسب لكل انواع البشره بجد، حرفيا من احلى 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 انواع الغسول اللي انا جربتها. هو في زي حبيبات كده بسيطة، بس حس انت حتى لؤلؤ اصلا على بشرتك، مش حبيبات تقشر البشرة ولا اي حاجة، تحسي جاب احساس نعناع كده وفوقان لما بتستخدميه، ريحته منعشة جدا، وتحس ان هو دخل للمسام كده ايه وبينظفها كده الصبح بالليل في كل الاوقات. بجد من احلى انواع الغسول اللي انا جربتها. وكان مشكلتي معاه زمان تخيلوا ايه، ان هو كان بيقعد معايا فتره طويله جدا، فاللي هو انا كنت عايزه اجرب انواع كتير فدي كانت مشكلتي معاه. لكن دي طبعا ميزه لناس كتير جدا، فكره ان انت تجيبي غسول واحد وتكوني معتمده عليه فعلا حرفيا يوميا ان هو ينظف لك البشره كويس جدا ويقعد معاكي فتره طويله، فدي حاجه موفره جدا. فانا الغسول ده بجد بتاع سوب اند جلوري كمان بفيتامين سي، فتحس ان هو بيدي كده نضارة واشراقة للبشرة وبيفتحها وينورها كده. الغسول ده بجد من احلى انواع الغسول اللي انا جربتها، واللي اكيد اكيد طالما خلص كده هرجع اكرره مرة تانية، صيف شتا بيقولش لا. ودلوقتي جه معاد الغسول هو التوب 1 بالنسبه لي، اكتر غسول بشرتي بترتاح عليه، اكتر غسول لما بستخدمه بشرتي ما بيطلعش فيها اي حبوب، اكتر غسول كررته، بس كنت بجيب منه الحجم الصغير، بس لما اطمنت له بقى خلاص وبقينا اصحاب جبت منه على طول الحجم الكبير، متوفر تقدري انت تجيبيه، هيقعد معاكي فتره طويله، بينظف البشره بشكل لا تتخيليه بجد من غير ما يجففها خالص، مناسب للاستخدام اليومي، حلو قوي مع البشره المختلطه والدهنيه. هو
الغسول ده من بايودرم. ده احلى 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 غسول انا استخدمته. ده عايزه اقول لكم التالت بتاع لاروش وبتاع افن، ده التالت بتاعهم. يعني كل ما اشوف فيديو يتكلم عن مثلا البشره المعرضه للحبوب بيذكر دايما التلاته دول، دايما التلاته دول موجودين. فحسب بقى انت بشرتك هترتاح على ايه. يعني ده حرفيا بالنسبه لي اكتر واحد بشرتي ارتاحت عليه. ممكن انت تختاري نوع من الاثنين التانيين، عامه هما نفس الرينج بتاع السعر، الثلاثه تقريبا فوق ال 300 جنيه، ثلاثه منتجات طبيه يعني انواع غسول طبي متوفر في الصيدليه، الشركات دي بتنزل الانواع دي على طول. فده بالنسبه لي بجد التوب 1 في كل حاجه. انتوا قولوا لي بقى ايه رايكم في كل انواع الغسول اللي انا كلمتكم عنها النهارده دي، ايه اكتر نوع انتوا بتفضلوه؟ لو تعرفوا انواع تانية اكيد احب ان انتوا ترشحوا لي تحت في التعليقات عشان كلنا نستفاد من بعض. لو انا حابه مثلا اجرب نوع غسول جديد وانا بشرتي مختلطه لدهنيه اتجه لايه بالظبط، احب ان انا استفاد منكم. وبص كده دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم ويكون فاتكم ويكون كمان اضاف لكم حاجه جديده. بحبكم جدا جدا جدا، ما تنسوش تدعوا لي بالخير. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. سلام.